مرحبا بكم في عدد جديد من حصتكم ولدنا تحت جناحنا. اليوم خدينا موضوع مهم جدا جدا هو الخجل. عنده عدة أسباب، تقدر تكون وراثية، تقدر تكون أسرية، كاين يعني عدة إجراءات للتصليح، لكن يا حبذا لو كان وعلاش حتى نروحوا إلى التصليح؟ يجب أن نفرق فقط باش نعملوا ملحوظة صغيرة ما بين الحياء وما بين الخجل. هناك فئة من التلاميذ الخجولين، لكن هذه يعني هذا الخجل تصبح يكون إعاقة. إعاقة، نعم، كيف يكون إعاقة؟ يقول لك أنا وليدي ما يديرش الرياضة البدنية في المدرسة، أو بنتي يقول لك ما يديرش المسرح، يقول لك ما يديرش الموسيقى. موضوع ولدنا تحت جناحنا هذا الأسبوع موضوع مهم جدا لكم يا أولياء، هو موضوع الخجل عند الطفل، لا تيميديتي شي لونفون. إذن يا أولياء، الخجل ماهوش حاجة خطيرة، ماهوش حاجة، ولكن حاجة موجودة لازم تتعاملوا معها، وخاصة بالتفاعل الاجتماعي. خلوا ولادكم يهضروا، اسمعوا لهم، ولكن كما قالت الأستاذة لكل مقال مقام. إذن إن شاء الله تكونوا استفدتوا معنا في هذه الحلقة هذه. تقدروا تتابعونا عبر موقع الانترنت ولادنا تحت جناحنا .com ولا صفحة الفيسبوك ولادنا تحت جناحنا. تواصلوا معنا واستنونا في حلقة مقبلة إن شاء الله في آراء ونصائح أخرى. بنتقبل الدروس نتعلم حتى ننجح، نبذل جهدا، نحن نريد طلب العلم لنا.